ليس التهديد الأول ولن يكون الأخير. الحرس الثوري الإيراني من جديد يستعرض قوته ويهدد الولايات المتحدة. هذه المرة جاء التهديد على لسان قائد الحرس الثوري حسين سلامي، مؤمناً أن قريش اكتسبت القدرة على القتال عن بعد، في تلميح واضح لواشنطن. ثم قال إن الحرب من مسافة بعيدة هي حرب المعدات والتقنيات، وأن بلاده نجحت في الحصول على هذه القدرات. ونشرت طهران مقاطع مصورة لصواريخ وسفن إيرانية تكشف أنها مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الدقة. سلامي رأى في هذه الأسلحة أنها ستنقلهم من بوشهر إلى السواحل الأمريكية. عرض تلو آخر. قبل أيام قليلة أطلقت البحرية التابعة للحرس صاروخاً باليستياً طويل المدى من سفينة حربية يبلغ مداه 750 كيلومتراً. ورغم هذا العرض للقوة العسكرية، إلا أن تهديدات إيران وصفت بالإعلامية. ووفقاً لمراقبين، فإن طهران تحرك أذرعها في المنطقة لاستهداف القوات الأمريكية ولن تكون في الواجهة، ولطالما أخلت مسؤوليتها بعد أي استهداف من الميليشيات للقوات الأمريكية. أما الضربة الأكبر، استهداف واشنطن لمواقع ميليشيات مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، مستهدفة 85 موقعاً. هذا الاستهداف فتح شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ساخروا من تهديدات إيران المستمرة منذ بداية الحرب على غزة. رفع السعد، الحدث.